والحكايات هذه كل في إطار الأحزاب السياسية والاستفات السياسية. الشعب الشعب الكريم فد والله فد فد من الناموس، فد من الكذب. والله كي يتفرج في بلاتو نتاع واحد نسى عصابه كرهبت، عصابه كرهبت ياسر نسى العباد يقول لي ما عادش نسمع السياسه، فدوا حب يسمع حاجه اخرى. هذا الطبقه السياسيه الكف من مرجان الشعب والدستور وكتيبه الدستور والمواطن الدستور نتاع عام 59 يحسدون عليه الدول المتقدمه اليوم تبرقي شيء تضرار عملنا والخير تونس خير من توا في كل شيء احنا ماشيين والشارع يتكلم. انتظر في مبادره من الجيش الوطني وقوات الامن عليه لانه جيش جمهوري نحب نهنيه بالوحده نتاعه. وانا من نهار 14 جانفي وقت تسرقت الثوره قلت الامور هذه لازم الجيش ياخذ رئاسه الجمهوريه ويفتح لنا الملفات خلي الشعب التونسي يعرف نفسه وين ماشي. الشيء اللي تحكيوا عليه هذا كله مش باش يصير عليه لانه الشعب ما يلقاش نفسه فيه عليه ما يعرفش الشجرة مش عارف شكون يقول في الصحيح واللي يقول في الغلط. والمهزلة تمت ياسر داومت ياسر وتونس قاعدة تدفع فيها. ونحب نقول الى شباب تونس اللي أيستوا من حاجة اسمها ثورة. الثورة تجيب العقل، اذا كانت سرقة راهو تجيب بالمثابرة وبالعقلانية مش بالتكسير وبالمظاهرات. احنا اليوم امام خيارات في تونس يحبوا قوى رجعية تدعي وانها ثورية تحب ترجعني نهار 6 نوفمبر 87 قبل ما يتحب رقيبة بديل. حلنا الوحيد واننا نطالب بحقوقنا. شنو هي حقوقنا؟ هي معرفة تاريخنا باش نقرروا مستقبلنا والمطالبة بانتخابات. الانتخابات اللي نحبوا ما يزمناش نطالبوا بها لا نزيهة لا شريفة لا خاطر الانتخابات لما تزيدها تعريف عرفها مزيفة. شوفوا في فرنسا تحكي على فرنسا عمر ما يقول لك ديزيليكسيون بروبخ ولا ليكسيون ما تكون كان نظيفة. شكرا لك سي طارق الوقت ما عادش يسمح. كلمة أخيرة على حكاية رئيس الجمهورية عندنا رئيس جمهورية من غير صلاحيات ومشانه للبرازيل وكل انا ننصحه ما يمشيش ياسر الطياره هذيك مش مبروكه ساعات تمشي وما ترجعش. شكرا لك سي طارق المكيناش السياسي ورئيس حركه الجمهوريه الثانيه.